عاصي الحلاني أكيد بحن للزمن الماضي على الصعيد الشخصي والفني. أكيد اللي ما عنده ماضي ما عنده حاضر، ودائما الذكريات هي بتترك طابع له هيك اشياء خاصة بقلوبنا يعني، فدائما ذكرياتنا مع الماضي ذكريات مهمة، إن كان من ناحية الحفلات أو من ناحية النمط الغنائي اللي كنا نقدمه وما زلنا عم نقدمه، عم نحافظ على يعني التطور بس بنفس الوقت بعدنا على تقاليدنا وتراثنا والعفوية اللي كنا نقدمها. فأكيد الماضي له ذكرى كتير حلوة بقلبي، وأكيد بحافظ على هيدي الذكرى اللي أنا كانت سبب هاي الذكريات الحلوة، سبب نجاحي واستمراري. تماما. نصيحة صغيرة للوليد وماريتا. الله يعطيهم الصحة ويختاروا أغاني حلوة.